يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الغد الاثنين بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأيضا شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأيضا جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد صقيع على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء وشمال الصعيد. مشاهدينا، هذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات. نبدأها بالقاهرة العظمى فيها 15، الصغرى 10، الأسكندرية 16، حضاء 11، مطروح 15، 10، بورسعيد 17، 10، الإسماعيلية العظمى فيها 16، الصغرى فيها 9. أما السويس فالعظمى فيها 16، الصغرى فيها 9، العريش 16، 9، طابة 15، 10، شرم الشيخ 20، 13، الغردقة 20، 12. أما الأقصر فالعظمى فيها 19، الصغرى فيها 7، أسوان 19، 7، الوادي الجديد 19، 4، شلاتين 22، 11، وأخيرا حلايب 20، 12. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.